بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تواصلت فعالية بطولة البحرين الوطنية والخيل ذات السلالة المصرية لجمال الخيل العربية الأصيلة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة التي ينظمها الاتحاد الملكي على مدار يوم بمشاركة واسعة من الاسطبلات والملاك. عروض مميزة شهدتها البطولة في يومها الثاني بعد جهود كبيرة بذلها العارضون في إبراز معالم وجماليات الجياد وأناقتها ورونقها وسط تشجيع كبير من الجماهير. وأعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل لفعاليات الفروسية التي ينظمها الاتحاد الملكي، مبينا إلى أن هذا الدعم يسهم في مواصلة ارتقاء رياضة جمال الخيل العربية الأصيلة التي تعتبر من الرياضات العريقة والتاريخية. وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة أن الاتحاد الملكي يسير وفق رؤية مستقبلية لمواصلة ازدهار رياضة جمال الخيل العربية، حيث يحرص دائما على تنظيم البطولات التي تساهم في تهيئة الأجواء المثالية للملاك والاسطبلات في إبراز قدراتهم العالية في هذه الرياضة. وقدم سموه التهاني لكافة الملاك والاسطبلات الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، مشيدا سموه بجهود اللجنة المنظمة في التنظيم الجيد للبطولة. وقامت اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى بعد ختام كل فئة.